سنة جواز تقريبا عنده 13 سنة. 13 سنة، إيه اللي خلى الجواز ما يستمرش؟ بص، أولا أنا ما خلفتش. كنت رافضة الخلفة حضرتك؟ لا خالص، لا يعني مش عايزة بقى أقول، يعني هو كان في، يعني هو ما كانش بيقول هو سام مخلف، ما يعني هو مخلف يعني، أيوة. بس هو يعني ممكن يكون خلف يعني بالعافية، كان في عنده يعني مراته مثلا مدام ماجدة بيضون مثلا، ما كانت أنا أروح للدكتور أجي أقول له روح للدكتور ويقول لا أنا مش يعني مش رايح، يعني ما علينا أيا كان مين السبب ولا مين أي حاجة، المهم يعني ما خلفتش. ده كان ممكن حاجة تقعدني. إيه، في حاجات الواحد ممكن يقولها وفي حاجات واحد مش ممكن يقولها. مفهوم. يعني هو إنسان إنسان راجل بيت وفنان عظيم وزوج عظيم وراجل بمعنى الكلمة، راجل مصري مصري صميم يعني زي أي راجل مصري راجل بيت، لكن مع العشرة شوية يعني بلاقي شوية حاجات يعني اصطدمت بيها. يعني انا طبعا كنت صغيره يعني، يعني مش يعني كنت بحس بعدم الامان، يعني مثلا في اختلاف للديانه مثلا. هل ده كان بيشكل لا مشكلة؟ لا بالعكس، يعني ده ما كانش فيه مشكله، بس ممكن بقى بعد كده مثلا يعني انت قاعد مع حد مثلا انت من معشرتك معاه كده حسيت بحاجات مثلا، انت ايه بعد 10 سنين اكتر من كده 15 بعد 20 سنة مثلا هذا الرجل قال لك مثلا باي باي، حتى انت البيت اللي قاعد فيه ايجار اللي هو عمارة ليبون ده ما يعني ممكن انت عشان ديانتك يجي ابنك يقول لك مع السلامة، تيجي اي حد يقول لك اي، يعني ما عندكش حتى مكان ليك انت، ممكن لو حصل اي حاجة لازم الواحد برضو بيفكر في حاجات كتير مظبوط. يعني. وبعدين انا صغيرة ولسه كنت بقول يا هادي ما فيش، ولا كان رفضه انك انت تكملي في التمثيل هو ده الدافع الرئيسي لا ما للخناق هو ده خلاص، ما والانفصال؟ دام انا اول ما اتجوزت خلاص انا ما بشتغلش، قعدتي في البيت اول ما اتجوزت ما على طول؟ نزلتش خالص، ده انا جالي فيلم الغول بعديها ما اتجوزت مثلا بشهر ولا حاجة، استاذ عادل امام بعت لي فيلم الغول لحد البيت، انا ما شفتش مين اللي جا ومين اللي جا والسينما مشاه خالص يعني. سيبك انا اتعودت، قعدت 3 4 سنين في الاول اه اديني قاعده، بس اكتشفت في مواقف معينه بقى، يعني في مواقف معينه حسيت ان انا ليه قعدت من شغلي، طب ما انا بكسب في بس شغلي غريبة وممكن عايدة اعمل في حاجة، نفسي. يعني هو فنان ومطرب وممثل، ايه اللي يعني راجل في المجال، ايه اللي يخليه يمنعك انك انت تمثلي؟ ممكن فرق السن، ممكن لان هو مثلا راجل غيور وبيحبك قوي او مش عايز يعني خايف عليك، ممكن حاجات كتير قوي. لكن انا كان وجهة نظري انا يعني اصطدمت بكذا حاجه، يعني كذا حاجه شخصيه معايا، فقلت الله طب انا يعني ايه ده،